موضوع فقرتنا الطبية اليوم هي الولادة بدون ألم، لكن الفقرة الطبية هي برعاية. نحن رح نحكي عن التخدير ودور التخدير في غرفة العمليات وكيف يتعامل الطبيب التخدير مع المريض. ومعنا اليوم الدكتور حسان ميخائيل هزيم، اختصاص أو أخصائي بالتخدير والعناية المشددة. صباح الخير دكتور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور اليوم رح نحكي عن التخدير. بالبداية نحن حابين نسأل مثلا أنه كيف أنتم كأطباء تخدير بتتعاملوا مع المريض، يعني كيف بيكون تعاملكم مع المريض من البداية؟ أهم شيء من البداية أنه طبيب التخدير من قبل العملية بيبدأ دور طبيب التخدير، وخلال العملية وبعد العملية. يعني دور طبيب التخدير ما بيقتصر فقط على العمل الجراحي. أول شيء المفروض المريض يزور طبيب التخدير قبل العملية ولو كان بيوم، بيفحصه، بيشوف القصة المرضية تبعه، الهيستوري يعني الأمراض، القصة العائلية، شو العمل الجراحي، شو عنده أمراض مزمنة، سكري، ضغط، شو في عنده، بقيم حالته بشكل عام، بيطلب له فحوصات المناسبة والاستقصاءات اللي مناسبة وبيشوفها. وممكن يكون مريض أمراض مزمنة بده تحضير بالأدوية، بده تحضير بجرعات الدواء، وبيعطيه التوصيات. وأهم شيء الراحة النفسية. يعني طبيب التخدير، يعني المريض ما بيتفاجأ وقت اللي يدخل على غرفة العمليات إنه والله أول مرة يشوف طبيب التخدير، أو بيكون شايفه قبل حاكي معه أخذ منه ريلاكس. بيعطيه الجرعات ما قبل الدخول، يعني بيعطيه الأدوية اللي قبل التحضير مشان التهدئة إذا مريض متوتر، إذا مريض خايف من غرفة العمليات، تعرفي الفوبيا يعني. بيخافوا من التخدير، فممكن تعطيه مهدئ. أنت بتكتبي بتسجلي على الأضبارة قبل العمل الجراحي بساعة مثلا أو نص ساعة شو بدك تعطيه أدوية، بتوصي المريض على الصيام إنه يكون معدته صايم لمدة 6 ساعات، من 5 ساعات ل6 ساعات إذا كان التخدير عام. جنرال أنستيزيا. طبعا كل شيء بيدرس المريض من كل النواحي، من كل شو بيحتاج تحضيرات. يعني مثلا الامراض بتاثر على التخدير، اللي معه ضغط طبعاً، اللي معه سكري، هذا شيء انتم تاخذوا بعين الاعتبار طبعا بالتخدير. نحن بناخذ الادويه اللي ما يتعالج فيها، والسكر مضبوط، الضغط مضبوط على ادويته، اذا مو مضبوط بنحاول نغير له الادويه. ممكن نطلب حسب عمر المريض، حسب وضعه المرضي، ممكن نطلب تخطيط قلب، ايكو قلب، ممكن نطلب صورة صدر، يعني استقصاءات حسب حالة المريض، حسب عمره، حسب أمراضه المزمنة. يعني كل مريض بيختلف عن الآخر، بيختلف بالعمر، بيختلف عنده أمراض قبل، ما عنده أمراض. طريقة هاي الأمراض معناته إلها دور مثلا أنتم بتحددوا نوعية التخدير إذا كان موضوعي إذا كان عام. طبعا نحن بنحدد نوعية التخدير حسب وضع حالة المريض والعمل الجراحي، نوع العمل الجراحي. طيب دكتور انتو هذا قبل العمل الجراحي طبعا، طب ضمن العمل الجراحي شو بيكون مهمتكم باعتبار انتو خلص بيكون خدرتوا المريض، خاصة قبل التخدير تحكوا مع المريض لحتى يروح؟ لا طبعا، هلا نحن التخدير عندنا بس دخل المريض على غرفة العمليات، اهم شيء يعني شوي راحة نفسية، يعني ما يكون عدد عناصر كثير، ما يكون متوتر. اول شيء بنحط المراقبة، المونيتور، بنسميه المونيترينج. يعني بنحط الضغط، الاكسجين، الهايم، اول شيء بنتاكد منه تماما، نتاكد ضغطه كويس، نتاكد اكسجين ما ياخذ كويس، نتاكد من ضغطه ومن كل شيء. بعدين بنبدا بالعمل الجراحي، واللي هو بنبدا بالتخدير عفوا، واللي هو بيتضمن التسكين للمريض طبعا، التهدئه والتسكين والتنويم، هن ثلاثه. هو التخدير مشترك بثلاثه، لانه ثلاثه ايوه، والريلاكسانت يعني الارخاء العضلات مشان الجراح يحسن يشتغل. اهم شيء بوظيفه الطبيب التخدير مراقبه العلامات الحيويه. شو هي العلامات الحيوية؟ يعني الضغط، النبض، بده يحافظ عليها ضمن المجال الطبيعي. بنراقب الادرار البولي، بنراقب كل شيء، نحافظ على تخدير مريض هادئ غير متهيج، عدم الاحساس بالالم. طيب دكتور، تخويف الاهل او تخويف المريض من التخدير، يعني في ناس كثير بيخافوا، انتم كيف يعني تحاولوا تتغلبوا على هاي المشكلة، وخاصة أطباء التخدير؟ يعني أتوقع هي مهمتكم أنتو. ما هي المرحلة الأولى اللي هي قبل العملية، اللي المريض لازم ينفحص من طبيب التخدير، يعني مثل فهاي لازم يشرح له عن طريقة التخدير، يشرح له عنها، يعني يعطيه الشرح ضروري هي بالمراكز العالمية. ما بيصير تخدري مريض إلا طبعا إذا كانت العملية الليكتف أو عملية باردة بنسميها نحن. بالعمليات الإمرجنسي أو الإسعافية حوادث طبعا ما في مجال فورا. بس هاي العمليات الليكتف مثل عملية ما
مرارة عملية، لا دائما طبيب التخدير لازم يشوف المريض قبل بيوم من العمل الجراحي، يشرح له عن الخطوات، يشرح له شلون بده يدخل غرفة العمليات، يعني كل هاي بتهدأ من المريض. وإذا كان مريض يعني عالي الفوبيا أو مثلا عنده خوف كبير ممكن نعطيه مهدأ قبل ما يدخل، فبيدخل مرتاح نوعا ما. التخفيف من الضوضاء والضجة أثناء دخول المريض، الكادر قليل ما يكون كثير، يعني هاي كلها بتلعب دور. من أحلى شيء يمكن بالمرض يعني لما الشخص يتخدر أساسا ما بحس بحاله، بس ما بعرف ليش عند الناس بعض الناس عندهم فوبيا من التخدير. هلا في هاي النظرة المعلمية أو العامة اللي بتقول إنه عطى جرعة التخدير وما فاق المريض نهائيا من البنج، ما في هيش يعني انه تعطي والله تخدير زيادي، هاي حجه بيستعملوها انه والله مات لانه عطوا جرعه تخدير زيادي، ما في هيك. يعني كل دواء تخدير له جرعه معينه، المريض بينوزن قبل ما يدخل، بتاخذ وزنه قبل العمليه طبعا في حال الجنرال انستيزيا يعني كان تخدير عام. هلا في انواع ثانيه للتخدير بعدين نحكي فيها. هلا باعتبار انت حكيت عن الانواع، فينا نحكي عن انواع التخدير نحن اللي بنعرفه بشكل شائع هو بس الموضوعي والعام، اتوقع ما بعرف اذا في انواع ثانيه. هلا التخدير هو عندنا الريجينال انستيزيا اللي هو التخدير الجزئي بنسميه، وعندنا الجنرال انستيزيا اللي بتعرفه كل العالم اللي بينام المريض وما بيحس على شيء، وعندنا اللوكال انستيزيا اللي هو تخدير موضعي محل عمل جراحي صغير بيكون للبقع نفسها. هلا الريجينال بناخذ جزء من الجسم، مثلا ممكن نخدر التخدير اللي بيتضمن الابيديورال والسباينال والكودال اللي هو نصفه، وعندنا التخدير الجزئي اللي بياخذ الريجينال ايد اجر مثلا عضو معين، وعندنا التخدير الموضعي. هو انواع التخدير هني. طيب دكتور نرجع للموضوع الاهم، دور التخدير بولادات، بيقولوا ولادات بدون الالم، هون دور التخدير بهذا الموضوع، لانه اكيد اللي ما بتحس بالولاده بيكون مخدره يعني. طبعا هاي كانت قفزه نوعيه كثير كبيره بعالم الولاده وخاصه الولادات الطبيعيه. بأمريكا حاليا أكبر نسبة استعمال بالولادات هي الولادة بدون ألم، وهي الأكثر معترف عليها اللي بنسميها الإبيديورال، وهي الأكثر استعمالا والأكثر أمانا واختلاطاتها قليلة أو نادرة جدا يعني جدا، ما ألم اللي هاي بنسميها بالعامة الإبري والظهر، ما مضاعفات أبدا ما ألم. حلو. يعني المريضة أهم شيء بنحكي عن محاسنا، هي اهم شيء انه المريضه نحن بنعرف انه في مرضى كثير عندهم فوبيا يعني خوف من الولاده من كثر الالم وما بيسمعوا من العامي انه الم كثير. وطبعا هو انه الطفل يجي يعني شغله كثير حلوه للعائله كلها، فالولاده بدون الم خلت الام كمان بدل ما تكون خايفه يعني تكون مشاركه بهالفرحه بالعائله. لا دائما بتشوف الكل مبسوط برا فرحان والام تتوجع وتصرخ بيروح الخوف. ايه فالولاده بدون الم هاي الاوجاع كلها نهائيا ما ابدا ما بتحس فيها نهائيا، بتحافظ على حركتها، بتحافظ على قوه التقلص الضفع، التقلصات ما بتتغير ابدا، تقلصات الرحم، بس احساس بالالم ما في نهائيا. طيب دكتور هي بتكون بوعيه ولا بتكون نهائيا؟ واعيه تماما وما تسمع كل شيء وريلاكس، يعني بتكون دائما مرتخيه مرخاي حالها. اول شيء انه عضلات الحوض بتكون مرتخيه وقت اللي بتقول لانه ما في الم، ما انا بتشنجي، فهذا بيساعدنا على تسريع الولاده، بصير عندنا توسع لعنق الرحم بسرعه اكثر. فهي بتسرع عمليه الولاده، غالبا هي مسرعه لعمليه الولاده، بدل ما تضل المريضه بالمخاض او بالولاده كذا ساعه او ساعتين، او بتختصر لربع المده. طيب دكتور التخدير بحوادث الاشعه وهدول يعني انه كيف بيكون؟ طبعا على الولاده بدون الم نحن دخلناها على حلب، مشكور طبعا الدكتور فواز ايو اخصائي العقم والولاده، كان عنده مركز نوا، وهو اللي حضر مؤتمر طبي بفرنسا ودخل هاي الخطوة لحلب ولقت كثير شعبية، يعني انتشرت بين الناس وخاصة يعني النساء. هي مو بس بأمريكا موجودة، لا كانت موجودة بسوريا، موجودة بسوريا، وحاليا نحن هون رح نحاول ما نفتح مركز بمشفى شيفا بإربيل للولادة بدون ألم، كمان الولادة بدون ألم. يعني هي انه هي جديدة رح تكون موجودة، لأنه هاي يعني شغلة ايه موجودة. طيب دكتور تخدير، وصلنا لتخدير الحوادث والأشعة، يعني هون كيف مثلا إذا الحوادث إجي يعني إجوكم حوادث أو حالات طارئة، هون كيف بيكون التخدير؟ أنت قبل يعني أخذت الموافقة من المريض وحسست المريض أنه هو تخدير موشي، طيب هون الحالات الإسعافية السريعة كيف تتعاملوا معها؟ هلا الحالات الإسعافية السريعة ما بتتحمل يعني أنك تاخذي موافقات المريض، وخاصة الإمرجنسي اللي فيها خطورة مهددة لحياة المريض، دائما العملية الإسعافية طبعا إذا حدا من الأهل بتاخذي موافقته، إذا ما في حدا من الأهل، إذا فيها إنقاذ لحياة المريض
المريض، بدك تدخلي مريضك على العمليات، بدك تنقذي، ما فيك تنطري اي شيء، ما في مجال، ما في تاثيرات التخدير عليه، يعني مضاعفات التخدير عليه في مكان معه امراض. طبعا المضاعفات بتزيد لانه انت مريضك مو محضر ابدا، ممكن تكون معده ممتلئه اكل هلا، ممكن يكون عده شغلات، ممكن عنده بلاد لاس مثلا، نزف كبير بليدنج، يعني الليكتف تضل عملية، مريض محضر مجهز كل شيء محسوب، مريضك ما بتعرفي شو معه، جاي إمرجنسي، ممكن يكون معه مرض قلب، ممكن يكون معه ضغط سكري، ممكن يكون عنده مرض دماغي، ممكن أذية نزف كبير. هون أنتوا كأطباء تخدير بتكونون مشرفين على المريض ضمن العمليات، في مثلا في حالات أي شيء صار مضاعفات أو هيك شيء؟ طبعا طبيب تخدير لمريض بيكون فوق راسه طول العملية، خوف من المضاعفات أكثر شيء، وان بيشانت وان أنستيزيولوجيست. طيب الدكتور، يعني دور التخدير انتو باعتبار خلصت العملية، هلا منجي لدوركم بعد العمليات الجراحية، انتو هون يعني يا ترى بعد العملية فورا بتخلص المهمة ولا كمان لكم دور؟ دور الطبيب التخدير انعاش المريض، ارجاعه للصحو كما دخل قبل العمليه. انتوا المسؤولين، انت المسؤول، بتنتهي العمليه بينتقل المريض اللي يسمى عنايه خاصه اللي هي الافاقه او الريكفري، الانعاش، بنحط بالانعاش لحتى يرجع المريض واعي تماما، نطمن على كل علاماته الحيويه، يرجع يحكي معنا، يرجع يعلي راسه، ينفذ الاوامر. ناخذ طبعا يكون في مونيتورينج، ما يراقب يعني كل شيء. انت هون بتسالوا هو لبين ما تحسوا انه خلص صحصح على الاخير، صحصح مصحصح، ما في الم، ما في تهيج، معنه متهيج، معنه ما في اي اختلاطات ثانيه، ضغطه كويس، وعيه كويس، بعدين بنقمر باخذه للجناح، بعد طبعا ما متاكد من كل هالمواضيع هاي، في طبعا معايير، هي متاكد انه جلاسكو رجع عنده 15، كل شيء تمام، علاماته الحيويه كويسه، بنحطه بال هون دوركم بيخلص بهذا بهي المرحله. لا المفروض ما يخلص، لانه لازم يكون مريضك انت تنسالي عن تسكينه ولو كان اول يوم، يعني زياره كمان ثاني بالجناح او بالمنامه، منامه المرضى، ومنحط له الادويه تبعه المسكنه، لانه طبعا هو طبيب التخدير اكثر واحد ممكن يعرف بتسكين المريض بعد العمل الجراحي. طيب دكتور، هذا التخدير مع الايام، يعني بعد ما يشفى المريض مع الايام، يعني له مضاعفات على الجسم، المواد اللي مثلا الشخص اللي بياخذها فيها المخدر، يعني هلا في انواع معينه ممكن تعمل مضاعفات، بس هاي كمان حاولوا يشيلوها يسحبوها من ال، شو هي مثل شو مثلا؟ مثل الهالوتان مثلا، الهالوسين اللي هو مخدر انشاقي، هذا كان يعمل ارتكاسات كبديه كثير، يعمل يعني مثلا مو كثير، يعني نسبه قليله، تقريبا واحد على 100,000 كان من الحالات انصاب بارتفاع خمائر القلب، وفي منهم بيعمل يعني اذيه كبديه بواسطه، بس حاليا انسحب من كل الاسواق العالميه، طبعا بلدان العالم الثالث لسه ما سحبوه لانه رخيص، رخيص الثمن. هاي الاذيه غاليه. طيب دكتور، نصيحة أخيرة للأهل، خاصة للناس اللي بيخافوا من التخدير، وخاصة للمرأة اللي حاليا صارت عم تخاف من الولادة، وصار في ولادة بدون ألم، يعني إنه هي تتشجع أكثر هذا الشيء وما عاد تخاف من هذا الموضوع. هلا بالنسبة للتخدير، الولادة بدون ألم أو التخدير، أو مو هو تخدير، بنسميه إحنا التسكين الولادة. تسكين. إيه يعني له فوائد كثير كبيرة، ونادرا ما يعمل أي مشاكل، نادرا جدا جدا. ما في أضرار على الجنين. بنسبة 1% أبدا، جنين ما بياخذ ولا دواء من الأدوية اللي بيتاخذها بالعكس تحسنت حالة الأجني عن باقي، في منهم هلا بيسكنوا بالمورفين او بياخذ الجنين الأدوية، اما هاي نهائيا ما بياخذ أدوية نهائيا من امه. تحسنت سرعة الولادة، تحسن، قلت المشاكل بالنسبة للأم والولد. أحيانا الضغط بيأثر على الأم لما بتكون مثلا ما عندها خوف، يمكن هذا الشيء يكون إيجابي لها، كثير إيجابي، لأنه بتتساعد مع الطاقم الطبي طبعا، مع طبيب الولادة، مع التيم كله، بتسمع الأوامر، غير لما بتكون متوجعة ما لما بتعمل، ومثل ما قلنا أنه تقلصات بصير عندنا بارتخاء بالحوض لأنه ما في ألم، فتقلصات الرحم، عنق الرحم بيتوسع بسرعة، بيتوسع بسرعة، فبتصير الولادة أسرع، التقلصات بتضل طبيعي، كل شيء طبيعي. طيب عندنا اختلاط واحد صغير، 1% بصير صداع، يعني ما في شيء ثاني، هذا شيء بسيط، 1% من الحالات، شيء نادر. طيب جدا. طيب دكتور، هاي طبعا هي مجربة، يعني مجربة، و اكثر 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 ولادات امريكا لا بدون الم، ما في ولادات هي نفس الطريقه، نفسها اللي هي ابره الظهر،
يعني نحن دائما عندنا الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير أو الاي اس اي، نحن كل العالم تعتمد على طرقها، هي بتحدد انه هذا الشيء مسموح هذا مو شيء مو مسموح، هذا الدواء ممكن نسحبه من الأسواق، هذا الدواء مسموح فيه نستعمله بالتخدير، فهني اني اكثر عالم بيستعملوها بقى اني اكيد طبعا اكيد بتكون أكثر. اكيد لها فوائد لحتى اكثر. نصيحه اخيره للمشاهدين اللي بيخافوا من التخدير دكتور؟ هلا بالنسبه للتخدير انا يعني لابد منه، لولا التخدير ما في جراحه، ما حدا بيطيب بالعمليات، ما حدا بيطيب، فهو شغله لابد منها. بس طبعا كل شيء له كل شيء له مساوئ وما في شيء يكون كامل 100%، بس مو لهالدرجه اللي العالم متصورتها انه التخدير والله خلاص بينشغل بالنهار الاف العمليات وكل 100 سنه نسمع واحد. لكن اكيد المريض لازم يحكي عن حالته المرضيه قبل التخدير وكل شيء، ما يخبي شيء عن ما يخبي دكتور. ابدا نهائيا يسمع التوصيات قبل العمل الجراحي، انه ما يكون معدي يصوم 6 ساعات مثلا، ما يشرب مي، ما يدخن مثلا، قال له ما تدخن، ياخذ ادويته اللي اعطاها الدكتور للتحضير. كل شيء طبعا لازم يعمله نظامي مشان يكون هو ويكون مرتاح نفسيا، لانه ما في هالشيء يعني انه والله الخوف من التخدير. طيب دكتور حسان شكرا لك كثير. اهلا وسهلا فيكم على حضورك وعلى هي المعلومات، وبشكر قناتكم الحلوه وعلى الزاويه اللطيفه كثير، واهلا وسهلا فيكم دكتور. شكرا. مشاهدينا طبعا نحن هون ومشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه واستفدتوا بنفس الوقت. نهاركم سعيد، طبعا اليوم هو نهايه الاسبوع، ان شاء الله يكون الاسبوع الجاي عليكم